بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. كنا نتحدث في دروس سابقة حول فواتح سورة القصص. في الدرس الماضي إذا بتلاحظوا حصل إشكال ولم يعقد الدرس بشيك، فطبعا فنزلنا بدال هذا الكلام للناس اللي بيهتموا بالعدد القرآني، نزلنا درس في العدد القرآني للي مهتمين في الجانب العدد، يعني موجود الآن في اليوتيوب، لأنه احنا دروس بنحرص انها تظلها مستمرة حتى لو لم تعقد في المسجد، تمام؟ لأنه في لكم أخوة يتابعوا، كثيرين يتابعوا في الخارج، فبالتالي احنا معنيين يستمر الدرس. فتم تنزيل درس بديل بيتعلق بالعدد القرآني، ويعني و2022 يعني. طيب، إذن نتحدث اليوم في الدرس السابع في فواتح سورة القصص، وكنا تحدثنا أيضا دروس مطولة في القصص المتعلقة بموسى عليه السلام، موجود بالتفصيل، لكن هنا الآن احنا في سورة القصص نكمل. نتحدث اليوم إن شاء الله بقول حول قول الله سبحانه وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ولكن نقدم بمقدمات، ونري فرعون، سبق قلنا انه فرعون هذا اسم علم اعجمي، لذلك هو ممنوع من الصرف، يعني ما بيلحقه تنوين بشيك. لاحظوا اذن هو ينصب ويجر بايش؟ بالفاتحة. ليش؟ لأنه مجرد أنه اسم علم، لا، يضاف لعلم كونه إيش؟ علم أعجمي، أعجمي يعني مش عربي اللفظة. ولذلك برضو بعض الناس لما يقولوا ليش هو في القرآن ألفاظ أعجمية، ما هو القرآن عربي، لا، ما هو أسماء الأعلام لا تعرب شيك، مش بس في اللغة العربية. لو بدك تكتب انت، بدك تكتب مثلا في اي صحيفة فرنسية انجليزية الى اخره اسبانية، بدك تكتب ترامب، شو بدك تقول ترامب؟ ها؟ فالاشي المشترك بيكون بين الصحف عن خبر مثلا بتعلق بترامب، الاشي المشترك بين صحيفة اسبانية وفرنسية وعربية وصينية وروسية، شو بيكون المشترك بينهن؟ ترامب. يعني ورود ترامب مثلا في صحيفة روسية مش معناته الكلام مش روسي، او في صحيفة فرنسية مش، احنا سبق تحدثنا في هذه القضية، ننتبه للناس اللي بيظنوا انه يعني انه القرآن يخلو من اعجمي، بس مش اسماء الاعلام بشكل، لان هذه لا تعرب. ولكن كيف ممكن تعرب؟ هي تعرب بطريقة اللفظ، يعني ممكن الناس يقولوا ابراهام، العرب يقولوا ابراهيم، مع انه وارد في القراءات لكن مش وقته. يعني كيف بتلفظ انت؟ هو في النهايه برضه الانجليزي بلفظ، ممكن يلفظ الاسم بطريقه مختلفه، والفرنسي بطريقه مختلفه، بس بضل الاسم هو نفسه، بتلاحظ انه هو الاسم نفسه. في تعريب اذا للاسماء، اللهجه العربيه نفسها طبعا بتعرب، حتى الاسم العلم الاعجمي يعرب بطريقة ايش؟ طريقة اللفظ، لأن ما في حدا في الكرة الأرضية كلها بقول إبراهيم زينا كعرب مثلا.
طيب فرعون إذا اسم أعجمي. طب لو كان الاسم الأعجمي مثلا لنفرض نوح، نوح إذا بدنا نقول إنه أعجمي، نوح إذا بتلاحظوا من وارد في القرآن نوح نوح نوحا، أيوه اسم إيش؟ إذا هو غير ممنوع من الصرف لأنه هو ثلاثي وسط ساكن، ثلاثي وسط ساكن نوح إذا بتلاحظوا ثلاثي وسط ساكن، وبالتالي بيكونش ممنوع من الصرف. افتح بالله شو الباب هذا والباب ذاك اثنين. هذا مسألة. المسألة الثانية، كثير ما يخاض أنو فرعون، أنو فرعون، وإحنا سبق قلنا باختصار هو كثير من أهل التاريخ بترددوا بين رمسيس الثاني وابنه من ابتاح، أو أحيانا كيف يلفظ ميرن بيتاح، وفي كتب التفسير شو بيقولوا من فتاح، يعني هذه قضية كيف بيلفظ من بتاح ميرن بتاح ميرن بيتاح، مش هيك كتب التفسير غالبا بتقول ايش مفتاح. تمام. رمسيس الثاني بعض اهل التحقيق في التاريخ، طبعا هذا الكلام صعب البت فيه، بقدر فترة حكمه 1279 قبل الميلاد، واستمر من 1279 قبل الميلاد إلى 1212، يعني حكم 37 سنة ومات عمره في التسعينات، هذا رمسيس. الآن رمسيس سنة 1976 تم نقل مومياؤه إلى فرنسا، وعلى فكرة استقبل استقبال الملوك في فرنسا 1976، وتم توديعه كمان لما رجعوه لمصر كملك، وأجريت دراسات عليه تقريبا أقل من 8 أشهر، يعني 7 أشهر ونص تقريبا، 7 أشهر ونص أجريت دراسات على مومياء من ابتاح في فرنسا، عفوا رمسيس. من نتائج هذه الأبحاث أنه هذا الرجل مات بأمراض شيخوخة، يعني فيش إشي بدل على أنه غرق أو لا، هو الدراسات لاحظوا 7 أشهر تقريبا ونص دراسات حول مومياؤه لما زار فرنسا 1976. من النتائج انه هذه المومياء صاحبها مات بامراض الشيخوخة، وهو فعلا طاعن في التسعين كان. اما ابنه ميرن بتاح، هذا يقال انه حكم من 1200، احنا قلنا ابوه مات 1200 ايش 12، الان لما نقول قبل الميلاد يعني من بعد وفاة ابوه لألف ومئتين وثلاث، ألف ومئتين وثلاث ما يقرب من 10 سنوات، هذا مين؟ من ابتاح. وايضا هذه المومياء درست، هذه المومياء على فكرة في رأسه ضربة قوية واصلة الدماغ في الرأس، يعني هناك رمسيس واضح من خلال مومياؤه انه ميت بايش بامراض الشيخوخة، لكن ميرن بتاح واضح انه في رأسه ضربة قوية واصلة يعني لدماغه، يعني ممكن لما وقع ولا شيء من هذا القبيل بشكل ضربة ق
قبل ما يموت موجود. ومن الناس اللي كتبوا في الموضوع سبق ذكرت لكم اسمه موريس بوكاي. هم موريس بوكاي كتب حول موضوع من ابتاح، وعلى فكرة هناك اتجاهات قوية الآن صارت بين أهل التاريخ إنه فرعون الخروج يعني اللي لحق موسى عليه السلام هو مرنبتاح مش أبوه. وأجت الدراسات الطبية أثبتت هذا الكلام العلمية، كيف ميت هذا كيف ميت هذا. وموريس بوكاي كتب في أكثر من كتاب، في كتاب مشهور ومترجم للعربية اللي هو يتعلق بالتوراة والإنجيل والقرآن والعلم. هذا كتاب مترجم موجود. في كتاب ثاني صدر 1987 لموريس نفسه، أخذ عليه جوائز في فرنسا، يتعلق بالمومياوات الفرعونية. هذا اللي ممكن يستفيد موريس بوكاي في شرح النتائج الطبية، لأنه ألقى محاضرة هو برضه في الأكاديمية الطبية الفرنسية، ألقى محاضرة تتعلق بملاحظات طبية فيما يتعلق بالمومياوات الفرعونية. يعني له دراسات علمية جادة إلى درجة أنه هو يعني تلقى جوائز نتيجة دراسته حول المومياوات. وطبعا هو بيقدم أيضا دراسة تاريخية وبيثبت أنه هو فرعون الخروج هو مرنبتاح اللي حكم 10 سنين بعد أبوه رمسيس. ومن هنا إذا كان هو فعلا بيكون معناته اللي ربى موسى مش هو نفسه اللي خرج وراه، لأنه 10 سنين لحكم مرنبتاح مش كافية يكون هو اللي رباه وهو اللي إيش لحقه. معناته تم التربية في عهد رمسيس، واللي خرج خلفه هو مرنبتاح. ولذلك فعلا إيش قال فرعون لموسى عليه السلام؟ ما قالوش أنا ربيتك، شو قالوا؟ ألم نربك فينا، أنت تربيت بيننا. انتبهتوا؟ وكان على فكرة مرنبتاح لما مات في الستينات من عمره، تقولوا لي كبير يعني، وهو على فكرة الابن رقم 13 لرمسيس، الابن رقم 13 لرمسيس، وهو الفرعون الرابع في الأسرة 19، الفرعون الرابع في الأسرة لأنها أسر في الأسرة 19 مرنبتاح. إذن حتى على ضوء الدراسات صار واضح حتى في الدراسات الطبية أنه فعلا ما يرجح التاريخ ثم الطب أنه يغلب أن يكون مرنبتاح هو اللي حصل بينه وبين موسى عليه السلام. وكنا أعطينا طبعا إحنا كلام مطول في الموضوع. والآن بدي ألفت انتباهكم لمسألة قديما تحدثنا فيها. هناك وهم عند كثير من الناس بظنوا أنه كل بني إسرائيل خرجوا مع موسى، وهذا كلام غير صحيح وتحدثنا فيه. هاي قضية. إذا مش كل بني إسرائيل، بل أرى أنه الأقل من بني إسرائيل هم اللي خرجوا مع موسى. يعني لو بدنا نعملهم قسمين، مين ما خرجش، مين خرج من بني إسرائيل، ممكن يكون الأقل هم اللي خرجوا، والأقل ممكن يكونوا آلاف، تمام، اللي خرجوا. هذا تحدثنا فيه. ثم هناك وهم آخر انه بظنوا انه بني اسرائيل ظلهم موجودين في مصر طول هذه الفترة من يوسف الى موسى. لا، في ناس كانوا بيهربوا وبيجوا لفلسطين ورجعوا وعملوا بؤرة جاذبة في المنطقة قبل ما يجي موسى. هذه قضية. ثم هناك وهم اخر بظنوا بعض الناس انه اليهودية اليوم تساوي بني اسرائيل، والدراسات اللي من عشرات السنين الغربية بتقول انه 19 يهود العالم لا علاقة لهم ببني اسرائيل، 19. فصار القضية التهود للتبني اليهودية مع الزمن. كثير من بني اسرائيل اسلموا وهم الاكثر الان مسلمين على فكرة، بيعيشوا من افغانستان لفلسطين، واقل من صاروا نصارى، واقل القليل يهود من بني اسرائيل. فصار
طب بقي تقريبا من بني إسرائيل من هم يهود؟ طبعا بقي، بقي أقل القليل ما يقرب من عشر يهود العالم لهم علاقة ببني إسرائيل كجنس. ولا معظم الآن اليهود منهم عرب، منهم ألمان، منهم هنود، منهم فلاشة، من إلى آخره. هذول بيكونوا مش من بني إسرائيل وإنما يهود. فصار طبعا انفضت العلاقة بين قضية إنه لا، في الأول كان كل من هو يهودي أصله بني إسرائيل، لكن في لحظة تاريخية معينة سبق تحدثنا صار بدأ إيش؟ لا، اليهود صار في تهود. إلى اليوم في تهود على فكرة، يعني اليهود الإصلاحيين في أمريكا أي واحد بروح يقول لهم بدي أصير يهودي بسجلوا، اليهود الإصلاحيين. اليهود الأرثوذكس المتشددين بيعترفوش بطريقة الإصلاحيين إنك تيجي تقول بدي أصير يهودي ويسجلوك. ولذلك يعني لو بدنا نأخذ برأي الأرثوذكس بيطلع قبل تقريبا 10 سنين أو أكثر، أو من الانتفاضة الأولى، ارجعوا للانتفاضة الأولى قديش صرنا، كانوا مقدرين إنه 500,000 يهودي موجودين هون في فلسطين، هذول حسب اليهود الأرثوذكس بطلعوش يهود، بطلعوش يهود. 1.5 مليون في يهود أمريكا بطلعوا مش يهود، إذا بدنا نأخذ إيش المقاييس الأرثوذكسية. طب اليهود الأرثوذكس بيقبلوا التهود؟ يعني بيقبلوا تيجي تقول لهم أنا بدي أصير يهودي؟ بيقبلوا. بس إيش الفرق بينهم بين الإصلاحيين؟ الفرق بينهم بين الإصلاحيين إنهم بضعوك ضمن مش أنت يعني بقصد هو اللي بده يتهود بضعوا ضمن برنامج مطول عبين ما يصير جاهز، بيقبلوا أو بيرفضوا. لذلك ممكن تجدوا مثلا شارون مثلا يكون متجوز واحدة أمريكية، أبناؤه لما ببلغوا لازم يروحوا يتهودوا وممكن ما يقبلوهمش. ديروا بالكم، ها، حصل قتل جنود، يقتل جنود إسرائيليين أبائهم يعني أبائهم يهود، أمياتهم مش يهوديات، تمام؟ كانوا الحاخامات الأرثوذكس يرفضوا أنهم يندفنوا في مدافن اليهود، وهو بتلاقي جندي مقتل إسرائيلي وممكن يكون ابن رئيس الوزراء. فهمتوا شو المقصود؟ في مقاييس بتختلف، بس الطرفين سواء كان الإصلاحيين أو الأرثوذكس، مو دائما أرثوذكس فيها معنى التشدد يعني برضو أكثر، هدول كلهم بيقبلوا التهود. وعلى فكرة من ضمن الأشياء اللي سبق ذكرتها في الدروس القديمة يحتج فيها كاتب إسرائيلي على طريقة التهود، كيف مثلا بده تتهود النسوان. يعني مثلا امرأة أو رجل هو يهودي، مرته أمريكية مسيحية مثلا بريطانية اللي هو، وفي كثير من هذا، أجاهم أولاد ومخذين الجنسية الإسرائيلية، هذول عند الحاخامات الأرثوذكس هذول مش يهود، هذول مش يهود. طيب والعمل؟ العمل لما ببلغ سن معينة بيجي بيقول أنا بدي أتهود، بضعوه ضمن برنامج الأرثوذكس. من ضمن البرنامج على فكرة إذا امرأة بدها تتهود، بدها تتهود، لاحظوا في من ضمن الطقوس في التهود بركة داخلية، بركة مية، بقعدوا حولها الحاخامات، تأتي المرأة عارية تماما وتغطس في الماء وتخرج، والحاخامات ينظرون. هذا كتاب إسرائيليين اللي بيقولوا، والحاخامات ينظرون. طب ومالكم يعني وماله هذول الحاخامات؟ ما هم أصلا يعني موثوقين موثوقين، ما هم مش رجال، يبدو مش رجال. طيب تصوروا كيف لما البشر بيخترعوا، فهو في وهم إذن إنه يعني بني إسرائيل يساوي يهود. لا أبدا، ما عادتش هذه. اليوم معظم بني إسرائيل من المسلمين، تمام. طيب وهون خليني برضو ألفت انتباهكم لقضية كنا تحدثنا فيها قديما، لما قامت الانتفاضة، وقامت الانتفاضة إذا بتلاحظوا في تقريبا 9/12، على فكرة 9/12/1917 تاريخ سيطرة الإنجليز على القدس
وتسليم القدس لليهود للإنجليز 9/12/1917، الآن 9/12/1987 الانتفاضة. في هذه الأيام كان يعقد في إسرائيل مؤتمر، عفوا في القدس، كان يعقد في القدس المؤتمر الصهيوني 12، قبل ما الناس تشعر انها انتفاضة. كان معقود مؤتمر صهيوني، ما هو اول مؤتمر صهيوني تعرفه 1897، المؤتمر الاول. المؤتمر 12 كان معقود في الوقت اللي بدت الاحداث اللي ما كانوش الناس مقدرين انها انتفاضة. كان معقود المؤتمر الصهيوني في القدس عقدينه، وهذا المؤتمر الصهيوني اللي عقد في القدس كان على وشك انه لاول مرة في تاريخ اليهود ينشق، يتم انشقاق بين يهود الخارج ويهود الداخل. يهود الخارج كانوا يأيدوا العمل، ويهود الداخل بأيدوا الليكود، وكان بده ينشق المؤتمر ويصير مؤتمرين صهيونيات. ليش؟ كان اهم قضيتين فيهن ممكن يؤدين لانشقاق المؤتمر الصهيوني اللي كان معقود في القدس الـ 12، اهم قضيتين كانت مطروحات ممكن تؤدي الى انشقاق في المؤتمر الصهيوني، فتداركوا الامر واجلوا القضيتين. القضية الاولى، من هو اليهودي؟ اذا بدهم يعرفوا اليهودي بتعريف الحاخامات المسيطرين في اسرائيل الارثوذكس، معناته نص مليون في وقتها، لذلك قلت لكم الانتفاضة، نص مليون في وقتها من اليهود الموجودين في فلسطين بيكونوا مش يهود لو قرروا وقالوا من هو اليهودي، ومليون ونص من يهود امريكا بيطلعوا منها كمان، هاي مليونين. فلذلك صار، وكانوا يهود الخارج وخصوصا الامريكان بأيدوا العمل، ويهود الداخل بأيدوا الليكود. هذه القضية الاولى كان ممكن تشك فأجلوها، أجلوا الموضوع وتركوا الأمور يعني ضمن تعريف قديم، مش وقته الآن أذكر التعريف، سبق تحدثنا في قضية من هو اليهودي عندهم. طيب، والقضية الثانية، كان المؤتمر بده يفرض على إسرائيل ما يلي: رفع السيطرة عن مليون وكذا، وذكروا عدد، رفع السيطرة وذكروا عدد من الفلسطينيين. يعني بيجبرهم المؤتمر الصهيوني انهم يرفعوا السيطرة عن عدد عينوه من الفلسطينيين، يعني ما يعودش اليهود الها سيطرة. فطبعا الليكود واللي معاه بيرفضوا هذا ممكن كان يؤدي الى انشقاق. فشو عملوا المصالحة بينهم؟ غيروا هذا البند اللي هو بيأمر برفع السيطرة عن الفلسطينيين، حتى تعرفوا انه اليهود نفسهم في تقديرهم لقضية وجودهم وسيطرتهم مش كلهم متفقين انه هذا في النهاية لصالح اسرائيل اصلا، في منهم مدركين انه هذا بدمر اسرائيل في النهاية. طيب، ولذلك اختاروا وقتها شيء وسطي بينهم حتى لا ينشق المؤتمر. شو كان وقت التعديل بيقول؟ كان وقت التعديل بيقول العمل على حل للقضية في اطار مؤتمر دولي. ولذلك إذا بتلاحظوا بعدها حصل مؤتمر دولي، حصل في إسبانيا بشكل عملوا مؤتمر، لأنه كان المؤتمر الصهيوني هو اللي فرض هذا الكلام، العمل على حل يعني القضية في إطار مؤتمر دولي، وافقوا وما نشقش. طيب، ندخل الآن ونريد أن نمن، وسبق تحدثنا إيش نمن، ونريد أن نمن، خلاص انتهى، في إرادة إلهية يمن. طب لا يكون هذول الناس بيستحقوش أو بيستحقوا؟ لا، لما يكون فضل رباني حتى لو ما كانت الأمم تستحق وهو يريد أن يرحمها لأنها مستضعفة، ولأنه كثير على فكرة من المفاسد الأخلاقية والانحرافات ناتجة عن استذلال الناس واستضعافهم، ممكن تنحرف أخلاقياتهم، فرحمة الله بتدارك هذول الناس وحتى لو ما كانوش هم بغيروا ولا ببدلوا، وهذا تحدثنا فيه. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض
إذن مش لأنهم بني إسرائيل، ناس مستضعفين ومظلومين، وهذا قانون عبر التاريخ كله. ونريد أن نمن، خلاص في إرادة إلهية أنه يمن، يمن من يمن، قلنا مش من يمن، وقلنا هذا على خلاف القياس في اللغة، ماشي. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، طيب ونجعلهم ولا فنجعلهم؟ أيوة، و ونجعلهم. إذا قضية أخرى، لو ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض فنجعلهم، معناته صارت المنة هاي والنعمة العظيمة إنه بده يجعلهم أئمة، لا، هو استخدمت الواو، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، و هي قضية أخرى. إذا معناته إيش بده يمن عليهم؟ أو أول شيء بده يستخلصهم من العبودية، بده يخلصهم، هاي المنة الآن، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا بحيث ما يكونوش مستضعفين، بحيث ما يكونوش مستضعفين. وممكن يمن عليهم وما يكونوش مستضعفين ويستقلوا ويحكموا نفسهم أو يخلصوا من العبودية، ولكن بدون ما يكونوا أئمة وبدون ما يكونوا وارثين. لكن هون ونريد، هاي الإرادة الإلهية في مقابل إرادة الطغاة، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. لحظة، إذا فهمنا نمن معناته إيش اللي قلنا نمن؟ ما بيعودوش مستضعفين، ما بيعودوش مستذلين، ولا بيعودوا مستعبدين. هاي من؟ ونجعلهم أئمة. قلنا أئمة في إيش؟ لأنه شو قلنا الإيمان؟ أما بمعنى قصد، القصد المقصود، مقصود عفوا، أنت لما تتوجه توجه مقصود مش هيك؟ طب من هو الإمام؟ الإمام الذي يتوجه إليه الناس توجه مقصود بقصد الاقتداء، الاقتداء به. إذا الله سبحانه وتعالى مش فقط بده سبحانه يريد عفوا بده هاي من مش فقط يريد سبحانه وتعالى أنه يرفع عنهم الذل والاستعباد، وبدهم يجعلهم أئمة هدى. ولذلك إيش قال في آية ثانية في قضية لما وجعلنا منهم أئمة فيما بعدها، دير بالكم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذا صار هي صار. ولذلك على فكرة إذا بترجعوا شوية لسورة النمل اللي هي سورة 27، لأنه القصص 28، القصص 28، بتنظر في سورة النمل تجد في البداية في تقريبا 8 آيات تتكلم عن موسى، قصة موسى تبدأ بنداءه، يعني تبدأ بنداءه، قصة موسى 8 آيات. بعدين لاحظوا 30 آية سليمان، ثم 9 آيات ثمود وصالح يعني، و5 آيات لوط. يعني اجمع قصة موسى وثمود وصالح مع قوم لوط كلهن 22 آية، في حين سليمان ايش تقريبا ثلث السورة. سليمان قصته، سليمان لاحظوا، وهذا والحديث عن سليمان عليه السلام هو العصر، على فكرة عصر إمامة، عصر إمامة وإمامة هدى، وكان عصر ذهبي. هيو مش زي ما بتصوروا الناس انه كل امم فجرت ودمرت وكذا، لا لا، ما في القرآن ذكر عصور زاهرة وطالت. على فكرة شو يعني طالت؟ احنا قلنا 1203 من ابتاح او مريم ابتاح انتهى حكمه، طيب بعدين اللي انتقلوا مع موسى عليه السلام، وبعدين صار التيه 40 سنة، بعد 40 سنة دخلوا فلسطين وكانوا صالحين بقيادة يوشع بن نون ورجل صالح، وعند اليهود كلام غير شكل عن يوشع لانه في تحريف عندهم. طيب اذا استمر صلاحهم صلاح اكثر من 1000 سنة،
أراد الله خلاص، طالما أراد أن ونجعلهم أئمة ونجعلهم إيش الوارثين، ونجعلهم إيش يرثوا، يرثوا الأرض وسلطانها بعد ما كانوا مستعبدين والناس فوقهم والطغاة فوق يصيروا هم الحكام، ولكن حكام إيش أئمة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. تمام. فهنا عصور، إذن طالما أن الله سبحانه وتعالى يريد، ليس بالضرورة أن يكون الناس بيستحقوا أو يعني أنهم هم ولكن حتى يكونوا أئمة هداية هذه بدها صناعة و الله سبحانه وتعالى استنقذهم من دركات العبودية، صاروا ايش ائمة. طب ولكن لما بنقرأ احنا بنشوف انه كثير موسى عليه السلام تغلب معهم الى درجة انه في الاخير ايش قال، لا املك الا نفسي واخي. تصور، ولا مع ذلك الله ابادهم، لا بقيت صناعتهم حتى في النهاية تغيروا. طب ليش هذا الصبر عليهم بهذا الشكل؟ لانه على فكرة كما قلنا دائما المستعبد والمستذل والمستضعف تأتي المفاسد من واقعه، وبالتالي يعني بيحتاج الى صناعة طويلة حتى تخلصوا انت من امراضه، وبالتالي بده صبر ومصابرة وتعلموا كيف يخرج، وهذا من رحمة الله بعباده. ولذلك ما بنظلش نقول انه الناس بيستحقوش ما الله حتى يكون، لا ممكن من الله سبحانه وتعالى، طالما انت المظلوم وطالما انت المستضعف معناته فرج الله سبحانه وتعالى، خصوصا لما يكون في صبر ومصابرة. الله سبحانه وتعالى هذه الآيات، ما هي ابتداء كما قلنا هي في بداية السورة ذكر انه لقوم يؤمنون عشان يأخذوا المؤمنين منها الدرس. ونجعلهم أئمة، أئمة في إيش إذن؟ في الهداية. ونجعلهم الوارثين، ولذلك إيش قال في محل ثاني على فكرة؟ وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون. شوف هاي رد، ركز على إيش؟ يستضعفون. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، فلسطين، ولأن فلسطين محددة تماما على فكرة، شرق وغرب، شرق وغرب مش زي شمال وجنوب، فلسطين محددة شرق وغرب مش زي شمال وجنوب. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق، بس متى أورثهم على فكرة؟ هي مش شغلة ما هي مباشرة، هو عم بيتكلم مع المسلمين في عصر الرسول عما حصل وعن المآلات، عما حصل وعن المآلات اللي احنا جينا بعدها. ولذلك في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم كانت آثار الفراعنة كلها تحت التراب، كله تحت التراب. تمام. في عصر الرسول، فهو يقول إذن وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وسبق لما فسرنا، وفي مقال في كتاب سياحة الفكر تحت عنوان القرآن يصحح، بينا انه في عندك ورثوا إرثين، الناس اللي من بني إسرائيل ما خرجوا مع موسى إرثوا في مصر، ورثوا في مصر بعد هلاك الجيش. وسبق إذا بتذكروا حتى نذكركم برضو انه قلنا لما درسنا التاريخ الفرعوني وجدنا بانه لما من ميرين بتاح بالذات مات حصلت فوضى في مصر، وانتقلت العاصمة للجنوب، وسيطر على الشمال رجل آسيوي اسمه أرسو. وهذا اللي بأكد على فكرة انه ميرين بتاح مش ابو رمسيس، لانه رمسيس لما مات بامراض شيخوخة ورثوا ابنه بسهولة، لكن وين تحصلت الفوضى؟ ولذلك انا رجعت خصيصا درست التاريخ مشان اشوف ارجح بين رمسيس ولا ابنه. طيب حاصلة فوضى بموت من بتاح، حاصلة فوضى في البلد، طبعا لما يكون فيش ملك وفيش جنود
فش جنود جنود الملك، صارت فوضى، صارت فوضى، وانتقلت انتقلت العاصمة إلى الجنوب، وسيطر على الشمال رجل اسمه عرسو، حتى الاسم الرجل اللي قاد الأمور. إذن في ناس بقيت وورثت، وهذا شرحناه، بقيت في مصر وورثت، وفي ناس طلعت مع موسى عليه السلام، وبعد ما تم إعدادهم أيضا دخلوا الأرض المقدسة. لأنه هو موسى عليه السلام إذا بتلاحظوا لما جاء لفرعون شو قال له؟ أرسل معي، فأرسل معي بني إسرائيل، واثنين شو قالوا له؟ هارون وموسى عليه السلام، فأرسل معنا بني إسرائيل، فأرسل معي بني إسرائيل، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. إذن كان هذا هو. لذلك هم على فكرة لما ضربت مصر بالجراد والقمل وإلى آخره، طلبوا منهم، هم على فكرة كانوا بيؤمنوا إنه رسول. منين بنعرف الكلام؟ وجحدوا بها، عنهم الكلام، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. تمام؟ إذن هم كانوا على فكرة بينهم وبين أنفسهم فاهمين. طب ولا شو؟ ما دامك فاهم شو؟ لحظة. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن في أحيانا أمور بتصرف الناس إنهم ينزلوا عند الحق، ينزلوا عند الكبر والمصالح، وتفاصيل طويلة. بقول لك شو؟ وين نروح إحنا بعد ما يكون زعيم، ولا بعد ما يكون ملك، ولا بعد ما يكون كذا ومصالح، أو له بنوك الأرض، وتيجي تقول له الربا حرام، المليارات هاي وين؟ شو حرام هاي؟ شو حرام؟ فهون لذلك وجحدوا، لأن شو هو الجحود؟ من داخله مصدق يعلن التكذيب. هم الكفار ثلاث، الكفار ثلاث، واحد الأول منهم من داخله مكذب وبرضه بكذب في ظاهره، هذا الكافر اسمه. والكافر الثاني من داخله مكذب وبيعلن انه مسلم، المنافق. والكافر الثالث من داخله مصدقك وبيعلن انه مكذبك. هذول كلهم هذا اسمه جاحد. فبالتالي هم لما لان كشفت عنا الرجس، رجز رجز، احنا دير بالكم مش الرجس، رجز، لان كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. مذام كل القصة لاحظوا، أولا لنؤمنن لك، وممكن على فكرة فقط صحح عقائدهم، ما يكونش يعني جاي موسى مشان يقعد بينهم زي يوسف عليه السلام، يصحح عقائدهم. تمام؟ بس هو جاي أهم شيء، حتى لو ما آمنش فرعون، لو الفراعنة لو ما آمنوش وقبلوا انهم يطلقوا بني اسرائيل يخرجوهم من العبودية، ما حصل اللي حصل. لا، لانه هيو ولنرسلن معك، هاي بده معناته موسى ماله بده يطلع ببني اسرائيل. شو حكمة الرب الان يخرج فيهم وبعدين الارض المقدسة؟ تمام، لازم فلسطين، وبعدين منشوف امم، منشوف أمم الهداية، وبتشوفوا داود وسليمان وآل عمران وزكريا ويحيى كله هون. تمام؟ وغيرهم من الأنبياء على فكرة، هذه أرض الأنبياء. كيف يعني؟ معظم الأنبياء هون، وحتى أيام إبراهيم عليه السلام كله تمام كان، بعد ما أجى من العراق، وأيام إسحاق كله تمام، وأيام يعقوب كله تمام، ويوسف لا. ثم بعد موسى عليه السلام، لأن موسى عليه السلام منع على فكرة من دخول فلسطين، شوفوا الحكمة الربانية، منع، وهذا وارد في الأحاديث الصحيحة، وحتى اليهود برضو في كتبهم بيقولوا إنه ما دخلش فلسطين، شوف الحكمة الرب، ما دخلش موسى فلسطين ومنع. بس هم عندهم في الكتب العهد القديم منع عقوبة إله لهارون، في حين لا، عندنا موسى عليه السلام يعاقب على ايش؟ كان قايم بواجبه، كل شيء تمام.
تمام، بس هم بينظروا نظرة سلبية للأنبياء. هو منع من دخول فلسطين، والرسول لذلك قال انه طلب موسى عليه السلام في الأحاديث الصحيحة عندما حضرته الوفاة طلب ان يقرب الله من الأرض المقدسة رمية بحجر، يعني يكون قريب كثير، يعني على يعني يكون على مشارفها. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم انه قبره عند الكثيب الأحمر الى اخره. هم بيقولوا مات في مؤاب، جبال مؤاب، يعني هي مطلة، جبال مؤاب على فكرة مطلة على فلسطين، ومن جبل اللي بيزعموا انه مدفون فيه موسى بتشوف حتى لبنان، مش بس فلسطين، تشوف لبنان في شرق الأردن يعني. طيب يعني مطل على طيب شو اللي جاب موضوع موسى انه توفى ما توفاش؟ وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. هذا وينتا؟ هذا بتكلم معنا انه ايش كيف حصلت، بس هذه اخذت زمن فيما بعد قبل ما يوصلوا، يعني مثلا اتيه 40 سنة اتيه في قبل ما يورثوا الارض اللي بارك الله سبحانه وتعالى فيها. فلسطين اللي بوركت في القرآن 5 مرات وقدست مرة، لانه قال لهم يا قوم ادخلوا الارض المقدسة، وقالوا تذكروا موضوع ان فيها قوما جبارين ورفضوا، وبعدين صار اتيه. تمام. انما اذا لما بتقرأ وبتجدوا انه قديش هم يعني كانوا متعنتين، وكانوا اخذت تربيتهم مدة طويلة حتى في الاخير طلع منهم ائمة. وزي ما قلنا مش معناته يهود، الان انفصلت موضوع اليهودية فيما بعد، واليهودية بدأت تنحرف، واللي بني اسرائيل منهم الغالبية العظمى مسلمين، ثم نصارى والاقل يهود. طيب ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين. كنا عم نفسر وارثين، الان كنا تحدثنا في معنى الوراثة في اللغة. طيب ونمكن لهم في الارض، هي مأخوذة من المكان، نمكن صارت فيما بعد. شو تعني عند الناس انه لما تمكن له معناته بثبت وبسيطر وبكون له قدرة على التصرف، بكون له قدرة على التصرف معناته ممكن له، وهي اصلا مأخوذة من المكان، لانه دائما الناس في اماكنها اللي بتكون فيها بتكون لها تصرف وسيطرة في اماكنها، فسمي التثبيت في مكان واطلاق القدرة على التصرف سمي تمكين. هون في عندك احيانا يمكنك واحيانا يمكن لك. يمكنك يجعلك انت في مكان ثابت لك سيطرة وقدرة على التصرف وسلطان، بيكون مكنك. مثلا لما واحد يتمكن في وظيفة، شو معناته تتمكن؟ معناته صعب جدا انه تزحزحه من هالمكان، تمكن. تمام. كيف تمكن؟ هذا موضوع ثاني. ومكن له يعني كل التهيئة كانت من اجله. الفرق بينهن، هو يمكن يعني هو يثبت ويصبح ايش؟ مسيطر. طب ممكن له يعني كل الاعدادات والتهيئات كانت من اجله، وهذه اقوى، لانه التمكين كان بخصه هو، استخدام له. ففي لحظة اذا ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما. اذا هم جنود فرعون لحاله، جنود فرعون لحاله كمان هامان. اذا كاين على فكرة له سلطات هامان على الجنود، كمان له سلطات على الجنود، كيف لما تقول وزير دفاع مثلا. اذا هم جنود فرعون وجنود ايش؟ هامان. طب ايش ايش جمع عندنا جنود، جند واجناد، مش هيك؟ جنود وجند واجناد، ايش مفردها؟ يلا اشوف. طبعا انا ليش ورطتكم مشان تخطئوا، لانه راح تقولوا مفردها جندي. لا، هذه ليس لها مفرد من جنسها، فيش لها مفرد يعني جندي مفردها. ولا شو هو الجندي؟ هذا زي ما تقول فلسطيني، رومي، فارسي،
جندي، هذا الواحد المنسوب إلى، الواحد المنسوب إلى، هذا مش مفرد، مش مفرد جنود جندي، مش هذا، لا هذا الجندي منسوب إلى الجنود. دققوا معي، الجندي واحد منسوب إلى الجنود، ما زي ما تقول رومي فارسي فلسطيني مصري جندي. طب ما هو المصري هو بتشوف فيها واحد انت، فلذلك هي جند واجناد وجنود، قالوا ليس لها مفرد من جنسها. تمام. طب شو هو الجند؟ ايش الجند؟ الجند فيها مسألتين، المسألة الاولى تجمع ونصرة، يعني هم بيجتمعوا للانتصار والتناصر. كمان مرة، اذا شو هو الجند؟ هو تجمع، تجمع من اجل الانتصار والنصرة، نصرة بعضها البعض. تجمع شو يقصد به؟ تناصر. شو اسمه وقتها بكون؟ جند. اذا لازم يجتمع فيها الامرين، اجتماع ثم تناصر. اذا ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الحذر، الحذر لاحظوا فيه يقظة، يقظة وتحسب وتحرز واحتياط، ولكن كل هذا اللي قلته دافعه خايف انا من، حتى يكون اسمه حذر. اذا هو ليش حذر؟ لانه لاحظوا شو معنات حذر، لاحظوا متيقظ في تحرز في احتياطات، كل هذا الكلام من اجل ايش؟ شو دافع، شو دافع هذا الكلام؟ شو دافع التيقظ؟ انه هو متيقظ مليح، ثم هو محتاط، ثم متحرز، وبعد قاعد، شو دوافعه في هذا؟ خوف ان، خوف من. طيب شو اسمه هذا؟ حذر، حذر. كيف اللي خرجوا من ديارهم وهم الوف شو كانوا؟ حذر الموت. اذا ليش خرجوا هم؟ هاي هم تحرزوا انهم يموتوا، خوف انهم يموتوا. تمام، هذا الحذر. طيب اذا قلوا لي، هم ممكن يعني يكونوا بيحذروا ايش؟ فرعون وجنوده وهامان، شو اللي بيهمهم؟ ايوه، هو اللي بيهمهم بالدرجة، هكذا نشوف، هم اللي بيهمهم بالدرجة الاولى الحكم والتسلط على رقاب الناس، اللي بيحقق مصالحهم كطغاة ومفسدين في الارض، لانه هو بيفكر في نفسه. دققوا معي الان، لاحظوا شو قال فرعون، شو قال للملأ؟ قال للملأ حوله، ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ شوفوا فماذا تأمرون، وهو لما بوقع الحاكم بالزنقة بنزنق، تمام، بصير وقتها يستشير وتفاصيل طويلة، لانه وضع حساس. وبعدين شو بتأمروا يا جماعة كمان؟ شو بتأمروا يا جماعة؟ اذا كاين هو عرشه بهتز، عرشه بهتز، شو بتأمروا؟ فلذلك شو قال؟ قال للملأ حوله، ان هذا، شوفوا الادعاءات الان، هذه الادعاءات واللي اليوم تجدوها في الاعلام الطغاة كثير، ادعاءات واختراعات وتفاصيل بالطريقة نفسها، ان هذا لساحر عليم. ما هو ليش وصفوا بانه عليم؟ لانه عم بهزم، هزم السحرة، معناته هذا اشطر واحد، عليم. شو طب شو ارادته؟ يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ يعني اشيروا علي. الملأ حكوا نفس الطريقة اللي بيحكي فيها هو، شو قالوا؟ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم. ما هو شوف بصير التكرار مرات، هذول اللي بيحيطوا بالحاكم والكذا منتفعين والملأ برضو بكرروا كلام مين؟ كلام الطاغية. لذلك شو قالوا؟
لاحظوا، قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قال بس يبدو قاموا كلمة بسحره، مو ساحر، فماذا تأمرون؟ الملأ مش أما لما خاطبوا فرعون هم في لحظة من اللحظات، الملأ على فكرة أجوا قالوا له لفرعون إيش؟ وقال الملأ من قوم فرعون، لحظة، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ شوفوا الآن لحد الآن مش مبين إيش بيحذروا على فكرة. هون بعض الناس يقولوا هدول خايفين إنه يفسدوا في الأرض، لا يكون الطغاة يعني هم ضد الفساد في الأرض. بعدين شو هو الصلاح والفساد بمقياسهم؟ شو هو الصلاح والفساد بمقياسهم؟ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، واللي بيصلح شو بصير اسمه؟ فاسد. ولذلك اليوم الطغاة لما بوصفوا الناس الأحرار اللي بيقوموا ضدهم شو بتلاقوا بيحاولوا يفهموا الناس؟ هذول المفسدين في الأرض، هذول المفسدين، هذول بدهم يخرجوا على الحاكم، هذول بيخالفوا أصلا الرسول. الرسول قال لهم بتذلوا للحاكم وبتقبلوا الطغاة وبتقبلوا اللصوص، وإياكم ترفعوا رأسكم، هيك قال لهم الرسول. شوفوا يعني هذول وبيمكن قال لك خروج على الحاكم، وأنا سبق تحدثت في الخروج على الحاكم، وبنصح إنه اللي بده يعرف يرجع لما كنا على الروم جزء 2 تحدثنا في الدرس هذا عن الخروج على الحاكم، وفضحنا هذول الكهنة، كهنة الطغاة اللي بيزعموا إنه أحاديث بتقول ما نخرجش على الجواسيس. طيب فهون الملأ قالوا له فرعون، وبعدين مع شغلة، وقال الملأ من قوم فرعون أتذروا، شو معنى التذر؟ تذكروا أذكركم في تذر، إيش تذر؟ يعني أنت صارف نظر، صارف نظر، أتذروا، إذن لحظة، إذن مش هيك؟ إذن وسبق شرحناها في سورة المدثر قضية تذر، مش هيك؟ إذن شو معنى أتذروا؟ يعني أنت صارف نظر عن أتذروا موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، في حين هو موسى صارف نظر عنك وعن آلهتك. أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك، وهي بقود الناس شوي إيش إنه يصرف نظر عنك عنك وعن آلهتك. طب ما هو آلهته، ما هي آلهته فرعون هي اللي مثبته، والمزاعم اللي هم زي ما بيحاولوا الآن فقهاء السلاطين إنه يفهمونا شو بيقول، إن الله بالطريقة اللي ظل هذا الحاكم على عرشه ثابت وينهب ويوك ويفعل زي ما بده، ويزني على زي ما شفتوا أنتوا، ويزني على التلفزيون نص ساعة، وبتقدرش أنت تنتقده ورا ظهره، قال انتقده أمامه، أي هو أنا بدي استناه أتفرج عليه نص ساعة، أنا أتفرج يعني باقي ما هو بالتلفزيون قاعد بيزني، هو مش قدامنا، قال يعني بصيرش ورا ظهره. طب ما هو معممها بالتلفزيون التلفزيون قال شوف الضلال المبين. بس دير بالكم الله بفضحهم، لانه التغيير بده يكون شامل من كله، التغيير كله شامل، كل العفن اللي جوا بده يطلع كله، زعماء واعلاميين ورؤساء احزاب وكهنة، كهنة ما هم هذول، كهنة هذول بايعين وبيبيعوا بيشرف الدين، كهنة هذول، كله بده يفضحوا الله، وبدها تسقط مدارس كانت تزعم انها هي تقول الدين الصح، كله الله بسقطه. الناس مستعجلة وهي مش مدركة انه في تغير هائل على كله. انتوا بالكم بترك الله هذول المشايخ الطغاة بدون ما يفضحهم هم ومدارسهم، بيفضحها وبيزيلها ولذلك بتكون صافية من كله. كل هذا العفن كاين وين؟ في عبنا، كل هذا العفن في عبنا. ويذرك وآلهتك، شو بتعمل؟ شو قال؟ ما بقدر، هو الله جعل لهارون وموسى سلطان على فكرة، واحنا سبق قلنا قديش طول موسى، مش دارين احنا، يبدو انه اخذه ما كانش قادر يمسه لانه كانوا خايفين منه، هم اللي بيجوا بيقولوا له ان كشفت عنا الرجزة، بيعرفوا. طب ما كشف، بعدين دعا وكشف، نقضوا
وبالتالي أجا قصمهم، فكانوا خايفين منه. اعتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال شوف 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 الآن شو بده يشتغلوا. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. يعني إحنا فوقهم، كيف بده يحلها؟ بده يحلها يضغط عليهم بتقتيل الأبناء، يعني زي ما بيعملوا اليوم على فكرة، بيقتلوا أبناء الناس، بيسجنوا، بيقيموا حطوا مشان وإن فوقهم قاهرون. هي نفسها بتتكرر، هيها بتتكرر. طيب طيب هو خلينا هون الآن. طيب هو من إيش كان خايف فرعون؟ عم بقول ليخرجكم من أرضكم. افرضوا أنتوا جيت قلتوا له لفرعون، افهموا ها، مين قال لك إنه بدنا نخرجكم من أرضكم يا فراعنة أنتوا؟ إحنا بدنا هذول المستعبدين، افهموا ها، هذول المستعبدين بده موسى عليه السلام يخرج فيهم من مصر. أنت بتقول قاعد بتقول ليخرجكم من أرضكم بسحره، وكرروها حتى شو قال؟ قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ وقال له كمان لموسى مباشرة. طب كان موسى ممكن يرد عليه على فكرة، شو يقول له؟ يعني قال لك يا فرعون أنا جاي أخرجك، أنا بدي أخرج اللي بتستعبدهم، مش هذا هو؟ وبالتالي هو اللي كان يحذره، اللي كان يحذره فرعون مسألتين، انه يخرج بني اسرائيل، هذا اللي بدوش اياها، ولا هو ليش لحقه؟ ليش لحق بجيشه؟ طب ما هو موسى عليه السلام اخذ هالجماعة اللي اخذها وبده يهرب فيها، لحقتوه بالجيش ليش؟ طب بدوش يخرجكم، بدوش يخرجكم انتم، بده يخرج المستعبدين، بده يخلص المستعبدين، لحقتوهم ليش؟ اذا هو كان خايف من انه هذول بني اسرائيل يخرجوا. اثنين، انه ملكه يتضعضع، لانه هذول مرتبطات، انتبهوا الان، ملكه يتضعضع وينهار. ليش؟ يبدو انه ملكه كان قائم على اساس من هذا الاستعباد. ولا قولوا لي بالله، بالله اذا اخذت هذول الالاف المؤلفة اللي في منهم فلاحين في المزارع، وفي منهم في البساتين برضو بيسكوا بيقيموا بحطوا، وفي منهم حراس كذا، وفي منهم الطباخين، وفي منهم حتى بجوز من قضية حراس وا 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 وا، وفي منهم بجوز أطباء، وفي منهم كمان مهندسين. أنت بتأخذ هذول الناس، أنو اللي بدي يفلح الأرض؟ أنو اللي بدي يفلح الأرض؟ أنو اللي بدي يخدم الدواب؟ أنو العتاتلة؟ أنو وكذا؟ شو بصير في الحكم على فكرة؟ عرفتوا ليش هو ماسك فيها؟ ولا كان ببساطة خلي استعبدناهم روحوا روحوا، انهارت الدولة. ليش؟ لأنه هو وجماعته عايشين على ايش؟ ولذلك لقيت انتوا بالكم الطغاة اليوم لو اجت قالت الشعوب احنا بدنا نطلع من هالبلد وبدنا نخلي لك اياها، بسمح لهم هو؟ هلكات في السعودية شو عمل؟ شو عمل الطاغية في السعودية؟ قضية اللي بده يطلع بدوش يطلع، طب اللي بده يطلع يطلع، لا شو يطلع؟ شو يطلع؟ واحنا يعني نحكم مين يعني؟ في سوريا مثلا اللي كان بده يفر لو الدولة مسكته شو بتعمل فيه؟ طيب انت شو بدكم فيه؟ بده يفر ويطلع، كيف بده يفر؟ بدنا نستخدمه احنا، كيف يعني؟ انت والله تصور الشعب يطلع شو نعمل احنا؟ هم فعلا بسقط حكمهم وبكونوش قادرين اصلا يكونوا هم لا في مزارع ولا في بساتين ولا في كذا ولا في كذا، ما هم مستعبدين الناس، شو بده يصير؟ ولذلك على فكره في امريكا في قضيه تحرير العبيد بظنوا الناس انه اللي حرروا العبيد يعني كابراهام لينكولن انه يعني كان يعني لا لا، كل القصه ما هي باختصار، الشمال الامريكي كان صناعي، الجنوب الامريكي زراعي، يعني الولايات الجنوبيه زراعيه، والزراعيه كانت معتمده على العبيد هذول اللي بسموهم اكنان. القن شو معناته القن؟ ما هو القن مرتبط بالارض نفسها، وكان لما تباع الارض يباع كل اللي فيها بما في اللي بيخدم. الفرق بينه وبين العبد، العبد كان لا تبيع العبد، لكن هذاك القن بيكون مرتبط وين؟ في الارض نفسها. فكانوا الجنوبي مزارع والصناعي الشمالي صناعي، فالان بدهم يحرروا العبيد مشان يصير في ايدي عامله للمصانع وين؟ في الشمال. ولذلك كانت الحرب الاهليه بين شمال وجنوب، بين ناس بدهم يتحرروا العبيد مشان يشغلوهم في المصانع في الشمال،
واللي في الجنوب المزارع كيف تاخذهم انت من عندي؟ يعني الله مين بده يخدم المزارع هاي؟ صارت حرب اهليه، صارت حرب اهليه مشان ما يتحرروش العبيد. حتى لما صدر قرار بتحريرهم كثير من العبيد على فكره رجعوا للاسياد في الجنوب وقالوا لهم انسونا انسونا، احنا بدنا مش عارفين نعيش. اخذوا هذولاك يعني ما اخذوا من عبيد اقنان مشان المصانع وغيرها. هذا هو، مش انه يعني رقيق قلبه ابراهام لينكولن ولا غيره، هذه قصة نفسها فكرة، انه لو اخذت انت بني اسرائيل انتهت الموضوع، انهارت البلد، خصوصا زمان تعتمد على ايش هي. انت مثلا تاخذ العمال، انت الان من اي بلد؟ خذ العمال مثلا من ايطاليا، ولا خذهم من بريطانيا، خلصنا انهارت البلد. انا اللي بده يشتغل. خذ المزارعين من خذ من الدنمارك، هذول اللي بيحلبوا البقرات وبيشربوا عليها، بيشرفوا عليها وكذا الاخرين، روحت صناعه فهون انتبهتوا ليش كانوا يقول لتخرجنا؟ فعلا هو راح يخرج من ارضه، هو راح يخرج من ارضه. ولذلك لما هلك مريم بتاعها فكره، قلت لكم انه انتقلت العاصمه الى الجنوب، لانه صار فوضى، صار ضوء. وفعلا حتى الحكم انتقل للجنوب، وحكم الشمال شخص اسمه ارسو. ففعلا هم كانوا عارفين انه مرتكزنا هذولا الناس، اذا خرجتم انتم رحنا فيها احنا. اذا هم صح، هذا اللي كانوا يحذروه، لانه كان في ترابط كامل بين بقاء بني اسرائيل وبقاء الحكم. والطغاة ايضا معنيين يبقوا الشعوب مستعبدة مشان ايش؟ ولذلك خليني اعطيكم مثال اخر. هلكت الشيعة مثلا، الكهنة هم براهنوا انه تبقى هذه الشعوب المتشيعة تبقى جاهلة في الوقت على فكرة اللي بتتعلم فيه وبتعرف الحقيقة، بتشلح التشيع. وبعدين من وين المليارات الخمس اللي بياخذوه كل سنة؟ بياخذوا كل سنة 20% من اموال الناس. الخمس هذا اللي بياخذوه، 20% كل سنة، المليارات هاي، واللي على فكرة بتجدوا المراجع هاي بتتقاتل وتقتل بعضها البعض مشان مين يكون المرجع، لانهم بتلقوا ملياراتها مش ملايين. تصور انت مثلا تشتغل على توعية الشعوب الشيعية هاي وتشلح التشيع، وشو صار فيهم؟ هم شو صار في هذول اللي بتحكموا فوق المليار؟ برضو بدي تنهار المسألة. اذا بهذه الطريقة دائما الطغيان، سواء كان حتى طغيان كهنوت او طغيان طغاة حكام وغيره طبعا، ولا هو ليش بتغاه؟ وليش مفسده؟ وليش بنهب الناس؟ وليش بفسد؟ كله مشان عنده في عبه، والناس تكون عبيد. طيب ان شاء الله، ما ادري انه يكون في درس ثامن في هذه المسألة او لا، نكمل ان شاء الله. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.